يبقى على اثنين. وقيل الحمد لله ايه رب، اللهم اجعلنا من القائمين في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، دي بداية الحواميم، يجمعوها حاميم وحاميم يقولوا حوا ايه، ولكن قال لك دي جمع على غير قاعدة، ولذلك الأصح نقول آل حاميم. آل ايه؟ آل حاميم. وحاميم طبعا احنا عارفينها، في حاميم بقى من غير حاجة، وفي حاميم عين سن ايه؟ سن قاف. طب حاميم بل حا وميم برضو حرف من الحروف المقطعة، برضو زي اللي قلناه زمان في الحروف الايه؟ المقطعة. طبعا احنا بنحوم حول الايه؟ المعاني اللي يمكن ان نستنبطها منها او ترتاح نفسنا لها، انما دي من الاشياء التي، ولذلك كل من قال فيها خاطرة قال والله اعلم بايه؟ بمراده. احنا قلنا زمان ان الحرف له مسمى وله اسم، فألف اسم لايه؟ ألف دي اسم لآ، وباء اسم لايه؟ لباء بي. فالمسمى غير الاسم. انا لما انطق كتب، انا بقول كاف تاء باء ولا بقول كتب؟ اذا ننطق ما بنطقش الكاف، انا بنطق مسمى الكاف، مسمى الكاف هنا كا. طب وكتب، مسمى الكاف هنا كو، ومسمى التاء هنا تي. الله، يبقى اذا انت في كلامك تنطق بمسمى الكلمه ولا تنطق باسمها. هنا بينطق بايه؟ ح، لانه لو بينطق بالمسمى يقول حم حما حما، انما هنا ما بينطقهاش كده، بقول ايه؟ ح ميم. ولذلك الذين يقرؤون ويقرؤون القران بدون سماعها من 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 محافظ متمكن، نقول له لا، القران مش زي اي كتاب، ما تروحش كده تقراه كده، لان ربنا قال واذا قراناه فاتبع قرانه، والا فانت هتقرا مثلا الف لام ميم او البقره، طب اشمعنى قريت الف لام ميم وقريت الم نشرح الم نشرح، مع ان دي الف ودي لام ودي ميم قد بعضها، ايه اللي خلاك تعرف تقول دي الف لام ميم ودي الم؟ ايه الفرق؟ يقول لك السماع بقى. يبقى اذا سماع القران ضروري ولا لا؟ اذا قراناه فاتبع ايه في القران. الناس قعدت تحوم حول هذه الكلمات، اما قال لك والله القران معجز. طيب، ومعجز لامه العرب اللي هي ملكتها في القران في الكتابه والبيان، يعني امه فصاحه، ما فيش أمة قديما عملت معرض للكلمة زي العرب. الأمم تصنع معارضة للمتميز من صناعاتها. العرب عملوا إيه؟ معرض لإيه؟ للمتميزين به، وهو الإيه؟ فعلم، عملوا سوق عكاظ وسوق المجنة وسوق الإيه؟ والمربد. الله، إذن دولي عملوه معرض ليه؟ عشان الناس تقعد والشاعر يقول قصته أو الخطيب يخطب وشوفوا من أحسن. اللي احسن يعملوا له الجائزه، يامروه على على الموسم، وياخدوا القصيده بتاعته يحطوه على الايه؟ على الكعبه. اذا اول امه تعمل معرض للكلمه وللاداء وللبلاغه هم العرب، ولذلك جاءت معجزه سيدنا رسول الله من جنس هذه الكلمه. ولذلك يقول لك لما اختار الله سبحانه وتعالى معجزه محمد من جنس ما نبغ فيه العرب ليعجزهم، قال لك الإعجاز لهم هو عين الشهادة بقدرتهم. ليه؟ لأنه ما جيش يتحدى الإنسان كويس، لما يجي يتحدى واحد وحش، فكون الله جعلهم موضع للتحدي في كلامه يبقى دل على إنهم إيه؟ على إن كلامهم يعني حجة في الإيه؟ حجة في الكلمة. فقال طيب الكلام بقى بليغ من القرآن ليه؟ أم قال لك ما الكلمات هي الكلمات، الحروف المكونة للكلمات هي الحروف المكونة للكلمات، لأن الحروف عندنا إما حرف مبنى وحرف معنى. فمثلا كتب فيها كم حرف؟ الكاف والتاء والباء، حروف مبنى الكلمة، يعني الكلمة مكونة من إيه؟ إنما لما نقول زيد كالأسد، الكاف هنا إيه؟ مش للبنية بقى، ده للتشبيه، يبقى اسمه حرف إيه؟ حرف معنى. والباء هنا كتب حرف بنية. طب وبالله ده لها معنى قسمي،
يبقى مرة يبقى حرف مبنى يعني ملوش معنى لوحده، ومرة يبقى حرف معنى يبقى له معنى الايه، معنى الايه لوحده. الله. طيب عال قوي الحروف دي لما بتتكون تكون الكلمة، وتكون الكلمة نجيب كلمة تانية عشان نعمل جملة، وبعدين الجملة دي تبقى في الأداء متميزة، تقشر تستميل الأذن وتجلب النفس وتقول لك يا سلام ومش عارف الله، يبقى دي بلاغتها. البلاغة اللي شهر بها العرب دي نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينسب البلاغة التي وصف بها القرآن لصنعته هو. ليه؟ لأن الحروف اللي بيتكلموا هي هي، والكلمات هي هي، إنما النسج مختلف. يبقى دليل على إيه دي؟ على أن المتكلم هو اللي بليغ، إنما الكلام نفسه. فإذا جاء بالحروف المقطعة في حاميم وألف لام ميم، ولذلك يقول لك ذلك الكتاب حاميم تنزيل، حاميم والكتاب الله، يبقى معنى حاميم الحروف التي تكون منها الإيه؟ تكون القرآن من هذه الحروف وأعطي سر الإعجاز والتحدي. ليه؟ لأن الله هو الذي يتكلم. يبقى أدي الخامات أهي. زي إحنا قلنا لما زمان لما يجي واحد يعمل عايز يعمل معرض للنسيج الرقيق الحلو، يقوم يجيب النساجين ويدي الواحد شوية خيط حرير، واحد خيط صوف، وواحد خيط قطن، يقول لهم أنا عايز أشوف مين بقى اللي إيه؟ نقول له لا ما تنفعش، عايز تشوف الأمهر خلي جنس الخيط واحد، ما تديش واحد صوف وواحد حرير وواحد قطن، خليه صنف ايه وعشان تشوف الجودة. قال لك هو الكلام بتاع القرآن كده من الحروف ومن الكلمات هو، بس النسج ايه مختلف. ليه؟ لأن الله هو الذي ايه، الله هو الذي يتكلم. يا لام على الأول. ثانيا محمد صلى الله عليه وسلم رسول أمي، ومعنى أمي ما خدش علمه من البشر، يبقى الأمية شرف فيه، إنما الأمية في أمثالنا قبح، إنما الأمية عنده ده دليل على أنه بيقول أنا لم أخذ من البشر شيئا، أنا كل سقفت من مين؟ من السماء. والأمة برضو أمية، لأنها لو ما كانتش أمية متحضرة مثلا، كانت أمة متحضرة يقول لك ده اللي عمل الإسلام ده عمل وسبة حضارية، أما قال لك لا يا أخي أهي أمة ملهاش لقانون ولا لها حكم ولا لها دستور، وكل أسرة لها واحد بيحكم فيه شيخ القبيلة. إزاي الأسرة البلد اللي بالشكل دي ما فيش فيها واحد بيحكمها كلها، وكل أسرة لها حاكمها ولا فيش قانون عام، وبعد ذلك تأتي لتحكم الدنيا كلها بقانون واحد، إزاي تيجي من؟ قال لك لأنها مش شغلتها. طيب وأم أمية متبدية، أم قال لك إيه؟ بيتها على ظهر جمالها، تروح في أي حتة تحط الخيمة بتاعتها على البتاع والرحلة وتنصبها في أي حتة، ولذلك مش مرتبطين بوطن، مش مرتبطين بمكان، لأن الله يعدهم لأن يسيحوا في العالم كله بهداية الله للخلق، فما ربطهمش بأي حاجة. أيضا العراك التي كان بين القبائل، تقعد المعركة بالأربعين سنة بين القبائل، بحث والغبراء وحروب مش عارف ايه وحروب الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك ولذلك رسول الله لما حب حرب ما عملش مدرسه يعلمهم فيها الحرب، لانهم هم ايه؟ كلهم متعلمين، بس يلا كلما سمع هيعه طارئ. اذا الامه العربيه معده لسانا واميه وبدويه لان تقود العالم المتحضر عشان يعرف ان اللي جاي كده مش من عند البشر، انما من عند الايه؟ من عند السماء. ما شاء الله. احنا قلنا بقى ان الحروف المقطعة في القرآن مرة يبتدئ الحق بحرف واحد، نون وبس، قاف وبس، صاد وبس، ومرة يجيبها من حرفين طاسين حاميم اتنين بس مش كده، ومرة يجيبها من ثلاثة طاسين ميم وألف لام ميم، ومرة يجيبها من أربعة ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را، هذا أربعة، ومرة يجيبها من خمسة عين سين قاف كاف ها يا عين إيه صاد. إذا ما لهاش نسق، مرة حرف مرة حرفين مرة ثلاثة مرة إيه أربعة مرة خمسة، كلام عادي. وبعدين لم تيجي للحروف اللي عندنا بتاعته الذي يتكلمه من العربي كم حرف؟ 28 28
القرآن جاء بالحروف المقطعة بنصف هذا العدد 14. كانوا جاب النصف كده يعني ده يبقى عملية مقصودة، ما جابش إلى الكل إنما جاب النص، وبعدين تصرف في النص تصرفات توحي بأنها مش كده اعتباطا، ده لازم لها ملحظ. إذا كانت القرآن 28 يبقى نصه كام؟ 14. يبقى نصه 14. ال 14 تقسمه ازاي بالنسبه لبتاعه؟ قال لك فيه 9 حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزال. الف ب ت س ج ح خ دال زال، ادي 9. التسعه اللي ابتدأوا بها دعهم لم ياخذ منها الله في الحروف المقطعه الا حرفين اثنين، الالف والحاء بس، وساب 7 الالف والايه والحاء. يبقى ابتدات بكام؟ ما دام 14 يبقى 9 في الاول و9 في الاخر يبقوا كام؟ 18 و10 في الوسط يبقوا 28. خد نصهم، النصهم اتاخد ازاي؟ مش بنسق واحد في السبعه الاولى، ما خدش الاثنين وساب 7، لكن في السبعه التسعه الاولين ما خدش الا اثنين وساب 7. طب وفي التسعه الاخرانيين؟ خد 7 وساب 2. الله، ما عملش نسق واحد برضه ياخد 2 ابدا، مما يدل على ان لله حكمه في هذا القصر في التحديد. هي 9 ياخد منهم 2 هنا ويسيب 7، وفي الاخر برضه 9 ياخد ايه؟ 7، ياخد 7 ويسيب 2. خد من اول ايه يا اخويا كده؟ ايه؟ فيه وقاف، الفه والقاف. الفه ما جاتش انما القاف جت، كاف جت، لام جت، ميم جت، نون جت، هي جت، واو ما جاتش. يبقى اتنين اللي هم الفه والواو ما جوش، والسبعه جم، يبقى على عكس التسعه الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى 9 خد منها 2 وساب 7، وفي الاخره برضه 9 بس خد ايه؟ 7 وساب ايه؟ ملهاش نسق بقى. يبقى لازم ما دام ملهاش نسق كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا؟ طب تعالى العشره في الوسط بقى. العشره في الوسط تبدا من ايه؟ من ره وزين. ره زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين. نقول برضو عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحدة اخذ ووحدة ترك. ازاي؟ كل حرف المنقوط ما جاش، وكل حرف منقوط جه. مش منقوط جه. ريه وساب الزين مش كده؟ سين وساب الايه؟ الشين. صاد وساب الضاد. طه وساب الايه؟ الظاء. عين وساب الغين. الله، بقى 7 9 في الاول ياخد 2 ويسيب 9، وبعدين في الاخر ياتي بالعكس ويجي في العشره للصانين ياخدها بنسق واحد. المنقوط ما ياخدوش، المنقوط ما ياخدوش وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمه ولا لا؟ بس احنا عمالين ندعبس عن الحكمه، نقول له لا، كونك تدعبس عليها ده موضوع يسرق عقلك، انما انت خذها من الله كما تاخذه المفتاح ممن صنع الطبلة، يعمل له سنة، يعمل له 2، يعمل له 3، يعمل له 4، إنما المهم المفتاح اتعمل له دي. واحد يتسحب سنة، واحد يتعمل مصدر يفتح الايه؟ يفتح الكل. يبقى اللي صنع المفتاح هو اللي عنده الايه؟ هو اللي عنده هذا الايه؟ السر. لكن للعقل أن يأنس بأشياء. ايه الأنس بها مثلا؟ نقول له الحق سبحانه وتعالى في دينه عايز ثلاث حاجات: عقائد وأحكام، خلاص، ومادة تعطي الأحكام اللي هو والعقائد اللي هي القرآن الكلام. يبقى عدها كده: عقائد وأحكام وكلام يؤدي الأحكام. هذه ثلاثة، كل واحد من هذا فيه غيب وفيه مشهد، خلاص. الغيب اللي نسمعه نصدقه، انما المشهد نقدر نشوفه. فمثلا العقائد: الايمان بالله تستطيع ان تستدل عليها. ازاي؟
تقول الكون اللي انخلق ده بهذه الهندسه وبالعظمه دي ومش عارف ايه ولم يدعي احد يبقى بتاعه. انما الصفات بقى بتاعته ما نقدرش نفهم. سميع وبصير، بيسمع ازاي، بيبصر ازاي، بيقعد ازاي على الكرسي. يبقى فيه مشهد وفيه ايه؟ غيب. يبقى كل غيب محروس بمشهد يصدق. هات الاحكام برضو فيها مشهد. فرض الصلاة والصيام والزكاة. لما تشوف فرض الصلاة ليه؟ استطراق عبودية، مش كده؟ فرض الصيام استدامة التكليف، خلاص. طب فرض الزكاة ليه؟ عشان استطراق الاقتصاد في الناس اللي ما يقدروش. الحج عشان تعلن ولاءك للبيت اللي هو صاحب. الله، ده بالعقل تقدر تجيبها. إنما طيب بقى، الصلاة خمسة ودياً اثنين وثلاثة واربعة، حكمتها ما نعرفهاش. يبقى مع كل غيب مشهد وكل مشهد غيب. كذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد. أما المشهد فهو الكلام اللي أنت بتعرفه، تقول دي معناها كذا وطلع كذا وقال كذا وعمل كذا زي ما بنقول دلوقتي. وفيه غيب وهو ألف لام ميم ونون وقاف وبتاع. يبقى كل غيب محروس بإيه؟ بمشهد. ليه؟ عشان نثبت الإيمان بالغيب. لأن لو المسائل كلها مشهد ما يبقاش في حاجة. ما نقولش أنا أؤمن بأننا قاعدين دلوقتي في مسجد الشيخ سليمان وعمالين بنتكلم، بقى ده محل إيمان؟ مشهد. محل مشهد. إنما الإيمان محله الغيب. ولذلك الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. طب بيؤمنوا الغيب كده، ناخدهم من الغيب نقول له لا، بس نعمل مقدمة من الإيه؟ من المشهد. رسول الله حينما تحدث أنه أسري به، وبعدين قال وعرج به الى السماء. طب الاسراء كان ايه ارضيه والمعراج ايه سماويه ما حدش عرفها. طب هو قدر يقول له وصف بيت المقدس، راح وصفه، امكن ان يقام عليها الدليل. والقبيله اللي جايه في السكه قال وهتصلكم امد كده، والقبيله فيها جمل شكله كده وبتاع. الله، ايات ارضيه من الممكن ان يقام عليها الدليل، تبقى بقت مشهديه علشان نجعلها وسيله أنه صدق في المشهديات المخالفة للقوانين. فإن قال أنني صعدت إلى السماء فصدقوه، لأن كل غيب محروس بمشهد. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة تنزيل وأنزلنا ونزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وتنزل، كل دي كلها المادة تفيد العلو، مكان العلو للذي نزل، يعني جاي من مكان عالي نزل، يعني علشان يثبت لنا ان ده مش من بشر لبشر، ده كلام عالي. مش بس يدل على المكان والعلو، ده بيدل حتى في الماديات اللي مكانها مش السماء. فاحنا ما نقول نزل من السماء، مثلا معقول السماء من مش كده؟ والسماء زيناها مش عارف معقول. انما لما يقولوا انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، طب انزلنا، طب ده الحديث في الارض، تبقى انزلنا على انه هبة العالي للاقل. يبقى كلمة انزلنا تدل على ان المنزل من عال الى ادنى. ولذلك لما الناس تحب تقنن لنفسهم يقول ما تتركوش التقنين اللي جاي من اعلى وتاخد التقنين اللي جاي من الادنى، لان المقنن هنا غير المقنن هناك. المقنن هنا يمكن له هوى فيما يقنن، ان كان غني يقنن للرأسمالية، وان كان فقير يقنن للشيوعية، مش كده ولا ايه؟ كل واحد بقى انما اللي بيقنن الشرط ان لا يكون له هوى ينتفع به، ويكون فيه محيط بالاشياء ما تجدش اشياء عليه. تنزيل الكتاب، سماه الله كتابا، ومرة يسميه قرآنا، ومرة يدمجه الوحي، إن هو إلا وحي إيه؟ نقول له كل واحدة لها ملحظ. أما الكتاب فإيزان بأنه يكتب، وأما القرآن فإيزان بأنه يقرأ. واللي بيقرأ بيقرأ من الصدور، واللي بيقرأ بيقرأ من السطور. يبقى لازم تتواتد فيه السطور والايه؟ والصدور.
ولذلك الجامع القرآن لما حب يجمعه ما كان لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة على وشاهد لها اثنان، حتى يقول الله يرحمه سيدنا الشيخ محمد عبد الله دراز جاب في الحتة دي قال حتى تكون أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني واحدة إيه سطور وإيه وصدور. فمن لحظ الكتاب يبقى مكتوب، ومن لحظ القراءة يبقى مقروء، ومن لحظ أنه من أعلى لأدنى يبقى وحي. نعم. تنزيل الكتاب. وبعد ذلك بيّن المنزل اللي له صفات القدرة الكاملة اللي فيها طلاقة قدرة وطلاقة حكمة وطلاقة رحمة وطلاقة رحمانية، يبقى هو حين أنزل هذا الكتاب نزل هذا الكتاب من مين؟ من الله اللي له صفات الكمال كلها. يبقى معنى ذلك ما دام جاء من صفات الكمال المطلق يبقى لا يمكن أن يستدرك عليه، وما دام لا يمكن أن يستدرك عليه تصدقوا الآية اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الله يقول لك جاب الصفة بتاعت العزيز، العزيز الذي لا يغلب. فما دام نزله يبقى ما حدش هيغلبه في ان الكتاب ما ينشرش ويسمع للناس، ما ينزعش رسول به وبعدين يهزله، لانه عزيز لا يغلب مهما عاندوا ومهما تكبروا ومهما جحدوا برضه ايه الحق سبحانه وتعالى يقول للكافرين اللي قعدوا يصلون قال لهم خذوا لكم عمره من واقع الاشياء عندكم، محمد ومن يتبعه دينه في ازدياد ولا في نقص؟ في ازدياد، كل يوم الايه العدد ايه يكبر، ولما يكبر وياخد حته من ارضكم تبقى تنقص من عندكم ولا ما تنقص؟ بانتم مش شايفين اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، وما دام ننقصها منكم نبقى بنزودها في مين؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. فمن كان يظن ان لن ينصره الله يدور له على شكه ثانيه، يجيب حبل بقى ويعلقه في السماء ويحط رقبته فيه كده وليقطع وبعدين يشوف غزو هيذهب ولا ما يذهبش. انما كون ربنا يكبت الدين مش ممكن ابدا، لانه ما يجيبش رسل وبعدين ايه يهزمهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه وان جندنا لهم الايه لهم الغالبون. ومن الله العزيز الذي لا يغلب، ومش عزه كده يعني فتوانه بلا رصيد، عزه بعلم وعزه بحكمه وعزه برحمانيه ورحيميه، يعني كل صفات الكمال ايه موجوده. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وبعد ذلك يريد ان لا ينفصل خلقه عنه حتى ولو كانت فيه نفوس غلبتها نفسها وأخذت حيزا من حيز الذنوب، عايز برضو ربنا إيه يجيبهم، يجيبهم ليه؟ قال لك لمصلحة الكون، لأن صاحب الذنب لو علم أنني لا أغفر أو علم أنني لا أتوب عليه من ذنوبي عمل يعلق في الذنوب تعلق وياه وتبقى بقى شهوة ويعربد في الكون، وانا عايز الناس اللي امنوا بيها ما يشكوش بعربدة هؤلاء، فبقول لهم لا انا برضو غافل الذنب وايه وقابل التوب، زي ما قلنا هناك لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الايه، بس يقول انها ذنوب عشان ما تصطدمش مع آية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليه؟ قال لك لان الكفر من ذنب، هو تحديد الذنب ايه؟ الذنب أنك تعرف شيئا مأمورا به أو منهي عنه وبعدين تخالفه، إنما أنت مش مؤمن بالأعلى يبقى مش داخل في ذنب دي. إن الله يغفر الذنوب جميعا والإشراك ليس ذنبا. ولذلك تجد الحكاية دي ربنا بيكررها كتير. أهم صورتنهم سورة الزمر، شوف جابت إيه، جابت الكلام اللي احنا قلناه، قل يا عبادي الذين ايه اسرفوا لا تقنطوا من رحمه الله،
لكن ما يقولش الكلمة دي إلا وفي ناس يائسوا لأنهم أذنبوا الذنوب ما يعتقدش، هم ما يعتقدوش أنها تغفر. هو وحشي اللي قتل حمزة، مش تخيل إن ده ممكن ذنب، يعني مش ممكن، الله ده ذنب كبير أو قتل حمزة ده، فمبقاش مصدق. ناس بيقولوا إنه قاعد يسأل النبي ومش عارف إيه، النبي أصل دي كان في مكة وده في المدينة، إنما نقلت له لا تقنطوا من رحمة الله. فلما نقلت له لا تقنطوا من رحمة الله أمن وأسلم، أمن وأسلم. وعياش ابن أبي ربيعة، طب ما هو برضو كده بالشكل ده، ما هو سيدنا عمر لما جه هاجر عمل موعد بينه وبين هشام بن العاص ابن وائل السهمي وبين عياش ابن أبي ربيعة، يبقى هشام وعياش وعمر اتعدوا مع بعض في مكان يقال له بئر غفار، قال نتوجد نتفق على ده عشان نمشي سوا في الهجرة، وإذا حبس منا واحد ننتظر مده لما ما يجيش نعرف إنه إيه، إنهم حبسوه وخذوه ولحقوه وكتموا على نفس وما خلوش يهاجر. فلما راحوا ما جاش عياش، كان أهله إيه حبسوه، ففتنوه ففتن بعد ما كان رايح يسلم فتن، وبعدين لما فتن حصل له يأس. فلما نزلت هذه الآية تذكر عمر أنه له حسنة لأنه التقى معه على الإيمان والتقى معه على الإيه عشان يهاجر، وبعدين أهله مسكوه وحبسوه، فقال بقى أنا لازم أبعث له بالآية عشان يطمئن، وإن كان يعني فاهم إنه ييأس ويجي له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السورة الثانية بيقولوا إن وحي قبل النبي قال له ما كنت أود أن أراك لولا أنك جئت مستجيرا، وربي يقول وإن استجارك أحد من المشركين حتى يسمع كلام الله. قال أنا مستجير بك حتى أسمع كلام الله. قال له كنت أود أن أراك غير مستجير، كنت أطردك، إنما أنت جاي مستجير ما أقدرش أيه، ما أقدرش أطردك. لما جه بقى قال له إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، وقال له آية قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. أم قال له أنا مش عايز حاجة، لأنه قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وأنا ما أضمنش إن أنا أعمل صالح. قال لا، وبعدين يغفر لمن يشاء، الآية الثانية يغفر له إيه؟ قال له طب لعل لا أدخل في من يشاء برضو مش عايز. أم قال له الآية الثانية، قال له لا خلاص نسلم بقى. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب أي الذي سلف منك، وقابل التوب عن المعصية التي إيه؟ اللي استقبل. شديد العقاب، بقت غافر الذنب وقابل التوب تدل على منتهى الرحمانية والرحمة، ولكن نقول ايه شديد العقاب. أم قال لك حتى لا يظن انه يعني بيغفر الذنوب وبيقبل التوبه، ها لان يعني في ضعف ولا ايه؟ لا هو شديد العقاب، بس هو عايز يقدم الرحمه التانية. شديد العقاب، وبعد ما قال شديد العقاب برضه مش عايز يياسني، قال زي الطول ايده طايله يعمل اللي هو ايه، يعمل اللي هو عايزه ويتفضل بما شاء منه. نعم، وإلى لقاء آخر.